ليكي ما عليك، انت يعني ساهمتي في بناء منظومه تشريعيه، وساهمتي ايضا في اعطاء يعني الطفل جانب من الحق وجانب من الرعايه. الى اين تعتقدي وصلنا في الاردن الى مفهوم ان الطفل جزء اساسي من المجتمع وعلينا ان نحافظ عليه وعلى سلامته، على صحته الذهنيه وعلى صحته الجسديه، وان نحافظ عليه ايضا ونعززه يعني بحيث انه احنا نؤهله للمستقبل؟ أين نحن اليوم من هذا العمل؟ في الواقع يعني شكرا كثير أستاذ رائد على السؤال. يعني إحنا النقاش والجدال اللي عم بيتم حتى على مستوى المجتمع بنطلق من أساس أن هناك منظومة موجودة لحماية الطفل، ويعني إحنا كدولة عربية وأيضا إسلامية وأيضا فيها مجتمع مسيحي أيضا موجود، الطفل هو دائما له جزء أساسي من أسرتنا. لكن المشاكل اللي بتتم والقصص اللي بتطلع احيانا تصور وضع الطفل كانه وضع الطفل يعني ماساوي في بلد زي الاردن، مع انه هناك منظومه تشريعيه متكامله، عندك القوانين موجوده، عندك الانظمه ايضا موجوده، وايضا الخدمات موجوده، سواء كنا عم نحكي على مستوى المؤسسات الوطنيه مثل مؤسسه نهر الاردن او المجلس الوطني لشؤون الاسره، او عم نحكي عن اداره حمايه الاسره في الأمن العام، أو نحكي عن دور وزارة التنمية الاجتماعية أو المجتمع المدني النشط. لكن إحنا لازم يعني أذكر إنه عندنا أنظمة متميزة، يعني لما كنا بنحكي عن الإطار الوطني لحماية الأسرة، لما بنحكي على نظام الأتمتة اللي موجود واللي بيجمع كل مقدمي الخدمات. لكن المشاكل زادت اتعقدت، أنا ما بدي أرمي كل شيء على موضوع الأزمة السورية، لكن أصبح لدينا ضغط شديد وطلب شديد على الخدمات. يعني أنا ما بشوف المشكلة فقط والله إنه الطفل حكى تليفون وإنه إجوا هبوا الناس كلها مشان لكن هي إشارة، ما بالتأكيد. لكن أنا اللي بيهمني الطفل اللي مثلا اللي بيعاني من الإهمال، أو اللي ما في رعاية والدية، هون احنا لازم نتدخل، والتدخل ما بيكون فقط من مؤسسات الدولة. وين المجتمع المدني؟ يعني احنا لما يكون في عنا في القضايا الموجودة في إدارة حماية الأسرة بأقسامها المنتشرة في المملكة عندنا حوالي 22 ألف قضية، لما يكون عندنا الأخصائي الاجتماعي عم بتعامل بما معدل 350 قضية مفتوحة في نفس الوقت، بينما المعدل الدولي للأخصائي الاجتماعي بتحدث عن حوالي 25 قضية مفتوحة. كيف أنا بدي أتوقع من هذا الأخصائي الاجتماعي، سواء كان تابع لوزارة التنمية الاجتماعية أو تابع لحماية الأسرة، كيف أنا بدي أتوقع أنه يكون قادر على متابعة هذا الكم الهائل من القضايا؟ هل هذا يتطلب ربما من الدولة أو من الحكومات أن أن توفر ربما مساحة أوسع مالية ومعنوية وحتى جسدية؟ بالتأكيد القضايا كل قضايا ما يسمى الأمن الإنساني والحماية الاجتماعية بالتأكيد بدها تعزيز في الموارد المالية والموارد البشرية. وايضا هون انا بطالب انه كمان ايضا مؤسسات المجتمع المدني انه يكون لها دور اساسي بالتعاون مع اداره حمايه الاسره ومع التنميه الاجتماعيه فيما يتعلق بالاهتمام بملفات الاطفال اللي هم بحاجه لرعايه اسريه. طيب. يعني احنا الحالات اللي دائما موجوده واللي بتطلع على بالصحف هي الحالات اللي بنشوف فيها انه الطفل قد يكون عنده ملف بحماية الأسرة وتم مثلا المراجعة مرة ومرتين، لكن ليرجع يجي دور مرة ثانية مشان المتابعة بيكون مضت فترة، قد تكون للأسف يعني هاي الفترة أدت إلى أنه نخسر هذا الطفل. ولكن بس بسؤال أخير، أين تعتقدي يعني أهم مشكلة تواجه الأطفال بالأردن اليوم برأيك؟ اللي لازم يعني نعطيها اهتمام أكثر؟ بالتأكيد يعني موضوع الرعاية الوالدية. يعني أنا بعتقد أنه إحنا بنعتبر أنه موضوع
الاهتمام بالطفل والرعاية فيه هي أمر مسلم فيه. نعم. لكن يمكن والأخصائيات الموجودين معك أستاذ إنعام ودكتورة حنان بيعرفوا أنه القضايا دائما اللي كانت تواجهنا وتشكل إشكاليات وعليها عوائق هي موضوع الترك أو إهمال هذا الطفل. يعني أنا ما بدي أحكي عن الاعتداء الجنسي أو الاعتداء الجسدي لأن هاي بحد ذاتها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، لكن موضوع الإهمال وترك الطفل لساعات طويلة بدون إشراف وبدون متابعة وإحنا بنعتبر والله أنه أسرته بس مسؤولة عنه، أنا بعتقد أنه آن الأوان نطالب بلجان مجتمعية من المجتمع المحلي يكون لها دور في دعم الخدمات التي تقدمها الدولة وأيضا دعم الأسر بحاجة إلى دعم ومساندة أسرية. جميل، معاليك ريم أبو حسان، كل الشكر والتقدير لك على كل جهودك الطيبة، وإن شاء الله دائما نشوفك متألقة وتخدم الوطن. شكرا لك. شكرا. شكرا. نعود إلى بعض إذن معاليها تحدثت عن قضايا أساسية تتعلق بالطفل، ممكن بس نأخذ جزئية الاستغلال الجنسي.